ممكن تحولي لي ماشي بحال خارج تبداو الالتزامات اخرى تخلص حوايج اخرى كنجي لي بيك تجي انت عندنا في المغرب انا اللي كنعمل تشاركات تشاركيات اقتصاد. لا ننسى ايضا دور المغرب في احتضان الحوار الليبي خدمة للتوافق الليبي وتعزيز الاستقرار في البلد الشقيق في سياق سياسة مغربية محايدة. وكانت مدينة طنجة أيضا إلى جانب صخيرات قد احتضنت الجولة الرابعة لهذه المحادثات والحوار الليبي. فقط يوم تاريخي بالنسبة للعلاقات المغربية الليبية، يوم تاريخي على بعدين. البعد الأول هو أن رجال أعمال من البلدين يلتقون بعد عدة أسابيع في المغرب بعد أن التقوا في ليبيا، وقرروا أن يشتغلوا يد في يد من أجل تقوية العلاقات التجارية وتقوية تبادل الاستثمارات بين البلدين. في تاريخ البلدين كان لنا عدة مراحل، منها مراحل إيجابية ومنها مراحل صعبة، ولكن اليوم الكل يتفق بأن حان الأوان أن نشتغل بكل جدية، متخلين عن كل المقاربات الإيديولوجية والمقاربات السياسوية. اليوم أول ملتقى أعمال ليبي مغربي منظم من طرف الغرف الليبية والمغربية هنا في طنجة بحضور سيد وزير الاقتصاد الليبي اللي شرفنا اليوم هنا في طنجة. هذا الملتقى عنده عدد ديال الأهداف. الهدف الأول هو أننا نسترجع العلاقات التجارية التاريخية اللي كانت بين ليبيا والمغرب، نرجعوها إلى المستوى اللي كتستحق، وثانيا نشتغلوا على العوامل اللي غتحفز الثقة ديال رجال الأعمال الليبيين في المغرب ورجال الأعمال المغاربة في ليبيا باش نعشوا الاستثمار المتبادل بين البلدين ونستافدوا من الفرص المتعددة اللي كاينة في السوق الليبي وفي السوق المغربي وفي التكامل اللي كاين بين الاقتصاد الليبي والاقتصاد المغربي. في البداية حقيقة لابد أتقدم باسمي واسم حكومة الوحدة الوطنية بالشكر والعرفان للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على حفاوة الحقيقة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها في بلدنا المغرب. ولان شوفوا انتم العلاقه بينكم وبين رجال الاعمال الليبيين والمغاربه كانها بلد واحد مش بلدين. السيدات والساده، الامر يتطلب منا جميعا بذل الجهود وخصوصا الفعاليات الاقتصاديه في البلدين لفتح قنوات اتصال مباشره وفعاله للتباحث والتشاور حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري من خلال تطوير قلنا النظم القانونيه موجوده، راح تبي بس تفعيل وتحديث فقط، تحتاج فيش داعي احنا نمشوا لاجراءات جديده سهله. والان ممكن حتى رجال الاعمال يوقعوا مذكرات تفاهم لتفعيل هذا الامر، لان دائما القانون نقولوا خلق لسعاده الانسان وخلق ليس ليعرق. والان زي ما ذكر وزير الصناعه احنا اقتصاد المنفعه. اخونا وزير الصناعه والتجاره، نحن اليوم ملتقى رجال الاعمال واصحاب الاعمال في البلدين بين المغرب وليبيا هو لتعميق وترسيخ العلاقة التاريخية بين ليبيا والمغرب، وأيضا لوضع رؤية كاملة لزيادة حجم التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمار المغاربي في ليبيا والليبي في المغرب، وتسهيل كافة الإجراءات والوصول إلى البنية الأساسية
لتقوية هذا التعاون سواء كان في النقل أو في التأشيرات أو في كل التسهيلات بين البلدين. والحقيقة لنا الإرادة ولنا الرؤية والإدارة مع السيد الوزير للوصول لهذه الأهداف، وأيضا ستكون في المرحلة القادمة بإذن الله لنا الخطوات العملية التي يراها الشعب المغربي والشعب الليبي معا بإذن الله الوصول. طبعا احنا عندنا اتفاقيات قديمه حنفعلها، وايضا في عدد من مذكرات التفاهم بين رجال الاعمال ليتم العمل والتنفيذ بما نراه وبما نتفق عليه. شكرا. الملتقى ديال رجال الاعمال الليبي المغربي هو جاء في واحد الفتره واحد الزمان اللي كنا محتاجين به هذا التعاون لدعم التعاون التجاري والاقتصادي ما بين البلد الليبي والمغربي. كنعرفوا بان العلاقه السياسيه ما بين المغرب وليبيا في أوج الامتياز ديالها، ويبقى الاقتصاد اللي هو ضعيف، دابا المعاملة الاقتصادية ضعيفة، وبهذا اللقاء هذا بغينا باش نعطيه واحد دفعة كبيرة، وكاين إرادة قوية من الحكومتين بالحضور ديال الوزراء كما شفتوا كاين موجودين معنا، وعدد من المؤسسات الحكومية سواء الليبية أو المغربية، وكذلك عدد كبير من رجال الأعمال اللي هما هنا باش يكون واحد النوع ديال التعامل، واحد النوع ديال التعاون وتبادل الخبرات وشراكات اللي غتتوج واحد مجموعة ديال الاتفاقيات اللي غتمضي اليوم إن شاء الله. الحضور ديالنا اليوم في هذا اللقاء هو حضور طبيعي بحكم أننا نمثل القطاع الخاص. كان حضور للقاء مع رجال الأعمال الليبيين وتقوية العلاقات لتنمية الاقتصاد المغربي الليبي، ونحن كاتحاد العام لمقاولة المغرب دور ديالنا في البعد الدولي مواكبة جميع المستثمرين، نواكب بطبيعة الحال المقاولات المغربية، ولكن يعني نواكب الاستثمار الخارجي. التواجد ديالنا هنا لإيصال المعلومة طبعا حول التطور الذي عرفه المغرب من حيث البنية التحتية، من حيث كل ما يلزم، حيث أنه اليوم تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة أصبح قطب اقتصادي مهم، بحيث أن الاستثمار في المغرب يسهل يعني القنطرة للاستثمار في إفريقيا والدول الأخرى. عندنا 14 من بعد الأربعة أشهر. تمر. أربعة أشهر. كلها يعني بالفواكه الطبيعية، تمر طبيعي خالي من أي مواد حرام. هذا كلمة النضج. هذه أحسن. إيش فيه؟ خير كالجودة الكواليتي سيد الوزير، وين المجهود كله موجود، لكن احنا كميات جبتوا هذه نوعية الدجلة والصعيدي هم المشهورين في السوق المغربي، لكن احنا اشكاليتنا هذا اختصاصي بيقول لك ان هذه احسن من هذه.